طيب، اتكلمنا عن انواع البين وقلنا الثلاث انواع عندنا من البين، قلنا هو الكيوتينيوس والسوماتيك والفيزرال بين. طيب قلنا كلهم بطيئات ما عدا الكيوتينيوس بين اللي هو فاست بين، وهم كلهم ريفيرد ما عدا الكيوتينيوس، وهم كلهم بور لوكلايز ما عدا الكيوتينيوس واللوكلايز كلهم تايب سي سيل، تايب سي الفايبرز وما عدا دي هو تايب اي فايبرز الكيوتينيوس، وكلهم معاهم اوتونوميك سيمتومز ما عدا الكيوتينيوس. الكوتينس يختلف عن الفيزرال والسوماتيك بتشابههم. طيب في الفيزرال فيه كمان اوتونوميك ديستربنس، الاوتونوميك ديستربنس اللي بيكون عبارة عن شنو، تعرق واستفراغ وزيادة في ضربات القلب، تعرق اللي هو سويتينج وفوميتينج استفراغ وتاكي كارديا زيادة ضربات القلب. associated with spasm of overlying skeletal muscles العضلات بيحصل فيها انقباض، making the abdominal wall rigid بيخلي جدار البطن بيكون صلب، abdominal wall بيكون rigid. This protects the viscera ودي بيحمي الفيزرا أو الأعضاء الداخلية من إنه يحصل لها أي إشكالية. لما يحصل بيكون مثلا إنسان عنده ألم في البطن فبتكون بطنه مشدودة جدا، فلما تيجي تحسه تحس إنه يقولك rigid abdomen. rigid يعني إيه؟ شاد. الإنسان يكون شاد بطنه ما يبغى أحد يلمس عليها، فبتكون الأبدومين بتكون إيش؟ بتكون rigid abdomen. to protect the viscera from external trauma يعني على سن الواحد ما يلمسه ويعملها مشكلة زيادة. for this reason it is known as guarding بيقولوا عليه الريجيد أبدومين، البطن لما تكون قوية جدا لما يكون فيها ألم، مثلا إنسان عنده ألم شديد في بطنه وتلمسه تقول ريجيد، أو إنه يكون هو شدها من نفسه تقول على أبدومين الجاردينج يعني هو شاد بطنه، ممكن في بعض الناس يشدوها بس من غير ألم. it is an important clinical sign in cases of acute abdomen علامة مهمة في حالات الأكيوت أبدومين. note ischemic pain in muscle الألم الاحتشاء في العضلات is a classical deep somatic pain وعبارة عن deep somatic pain. here the pain occurs due to tissue damage الألم ده بيحصل بسبب تحطم بتاع الأنسجة caused by inadequate blood supply during exercise في أثناء الرياضة and disappear upon rest ويختفي في الراحة. فلما تتحطم الأنسجة لو الإنسان مثل عمل رياضة بيكون الألم زيادة لأنه بيكون في إسكيميا بسبب ما بيكون في أوعية كم دم كفاية، مثل زي الألام الذبحة الصدرية في الإكسرسايز أو الرياضة بيزيد ممكن يختفي مع الراحة. The low blood supply is caused by partial arterial obstruction low blood supply لأنه بيكون في انغفال أو انغلاق أو انسداد جزئيا في الشرايين as in atherosclerosis كما في تصلب الشرايين atherosclerosis. examples include angiopathy الذبحة الصدرية due to myocardial ischemia بسبب انه احتشاء في عضلة القلب and intermittent claudication اللي هو pain in leg muscles due to ischemia يكون claudication ألم في leg muscles بسبب الاسكيميا. exercise induced pain الرياضة تحيس على حدوث الألم because the pain producing substance accumulate البين بيجيب مواد due to tissue damage بسبب تحطم الأنسجة. however during rest لكن في أثناء الراحة the BBS is washed out المواد اللي كنا بتنطلق مع الألم أو مع تحطم الأنسجة تخرج إلى الخارج and pain disappear والألم يروح. When the obstruction is complete لما يكون الانسداد كامل as in myocardial infection في حالة الذبحة الصدرية pain appears during rest الألم يحصل في أثناء الراحة لما يغلق تام يعني مو إنه ترقد في السرير يكون يروح الألم لا بيزيد أو يكون موجود بيرزيست يكون موجود until لحد ما الأنسجة تبقى خلاص تموت تماما لأنه يعني ما في تغذية دموية. اوكي فده قلنا هنا الالم لو كان جزئي او الالم لو كان كامل. لو جزئي مع الراحه المفروض يخف الالم ومع الحركه يزيد الالم بسبب الزياده في احتياج الدم. ريفيرد بين الالم اللي هو نحسبه في مكان اخر ما نفس مكانه.
referred أو الألم المحول. Pain is felt in another area. الألم تحسه في مكان تاني. Not the disease structure. مش مكان المرض نفسه. Usually the skin of the same dermatome. عادة نحس به لو الجلد اللي يطالع من نفس مكانه. الدرماتوم حقه. أو embryonic segment أو نفس التكوين الجنيني. From which the disease structure was developed. نفس اللي بيكون منه مثلا العضو اللي عنده فيه المرض دي يعني بيأثر على نفس المكان اللي جاي نمو منه. It's the feature of deep somatic and physical pain. Referred pain الألم المتحول ده بيكون في الحشوي والعضو الفيزرال بتاع العضاء. Occurs according to the dermatomal rules. بيحصل حسب الدرماتومال رولز. Pain is referred to the skin supplied by the same dorsal root. الألم بيحصل بقواعد معينة. بيتحول الألم إلى الجلد supplied by same dorsal root بنفس الجذور. The supply the organ. Common examples أمثلة عامة. Pain originating from the heart. الألم اللي يجي من القلب. Felt in the skin of the inner aspect of the left arm. لأنه نحس أن الناس اللي عندهم مثلا ذبحة صدرية يقول لك يد اليسار تألمه. ليه؟ لأنه السكين بتاع الانر اسبكت الداخلي لليد اليسرى بيكون نفس الإنشاء بتاعه بيكون منشأ من نفس تركيبة الهارت. Pain originating from the appendix. الألم اللي يجي من الزائدة. Felt around the umbilicus. يعني لو واحد عنده زائدة بيقول لك الألم حوالين السرة. Umbilicus اللي هي السرة. Pain originating from the diaphragm. الألم اللي يحصل من الحجاب الحاجز. Is felt on the tip of the shoulder. بحس به فوق الكتف. Pain originating from the teeth. الألم اللي يجي من الأسنان. Is felt on the head. بحس به في الرأس. Pain originating in the kidney and ureters. الألم اللي بحس به في الكلى وفي الحالب. Is felt in the testicle. بحس به في الفصيتين. Mechanism of referred pain. ما هي آلية الألم المحول؟ ال referred pain can be explained by convergence and facilitation theories. الألم المتحول دي ممكن أفسره بأنه يحصل facilitation و convergence تغير theories اللي هما ديلا تو سيوريس لتحول البين ونتكلم عنه في الجزء الثاني اللي هو الكونفيرجنس سيوري او ممكن نكمل السيوريس اللي هم الكونفيرجنس سيوري ده ايش يقول لنا افرنت فروم ا ديزيست فيسكس اند فروم ذا سكن طيب كنا هو ديا بنتكلم عن السيوريس دي